وبحكم التكامل والتواصل بين البصرة والموصل، حيث خيوط الوصل بينهما متينة، فإن عجلة الإعمار في أم الربيعين ترفض غبار الزمن الآخر، ويعتبر افتتاح مجسر تقاطع الميثاق في الجانب الأيسر من مدينة الموصل نقلة نوعية أخرى تضاف لسجل الجسور والطرق التي تم افتتاحها سابقاً. وسيسهم المجسر في فك الاختناقات المرورية داخل أحياء المدينة وتحقيق راحة واختصار في الوقت لسالك الطريق من العاصمة بغداد باتجاه محافظة دهوك. اليوم السيد المحافظ قبل دقائق فتح مجسر الميثاق. هذا المجسر هو المجسر السابع اللي أنجز بعد تحرير المدينة. بدأوا بمجسر المثنى، ثم انتقلوا إلى الجانب الأيمن مجسر موصل الجديدة وأبي تمام، ثم مرة ثانية إلى الساحل الأيسر مجسر سنحاريب ومجسر السويس ومجسر المعارض، اليوم مجسر الميثاق. هذه المجسرات طبعا المواطن اليوم دا يلمس انه شلون فكت اختناق مروري كان في مركز المدينه، خاصه مجسر اللي بالمعارض والمجسر اللي بالسويس وسنحاريب. عامه هاليوم اصبحتنا والحمد لله شارعين يمر بها السائق من جهه من المدينه يطلع من الجهه الثانيه بدون ما يمر باي ترافيك لايت او تقاطع بترافيك لايت. الطريق اللي جاينا هسه اللي قدامك اللي جاينا من كركوك بامكان السائق انه بعد ما راح يعبر مجسر الميثاق يصل الى مجسر المعارض، يعبره يصل الى مجسر المثنى ثم منطقه حي العربي، وبالتالي يصل للقوسيات ويكون وصل الى طريق دهوك بدون ما يمر باي تقاطع بترافيك لايت. ايضا الطريق الثاني اللي هو الطريق اللي يربط محافظه دهوك ببغداد بامكان المواطن ايضا انه من يصل الى منطقه حي العربي يعبر من الجسر الثالث الى مجسر اليرموك ثم مجسر ابي تمام ومجسر موصل الجديده يكون وصل الى طريق بغداد، وايضا بالاتجاه المعاكس بدون ما يكون مر باي تقاطع بترافيك لايت. انا باسمي وباسم جميع ضباط ومنتسبي مرور نينوى والعاملين في تنظيم حركه السير في قاطعي مرور المدينه الايمن والايسر اشكر جميع العاملين على إنجاز هذه المشاريع، والشكر موصول إلى السيد المحافظ راعي الإعمار في مدينتنا. اليوم عرس جديد في مدينة الموصل يتمثل في افتتاح تقاطع الميثاق المجسر. هذا التقاطع الذي يأتي ضمن سلسلة من التقاطعات التي تنفذها مديرية بلدية الموصل والحكومة المحلية داخل المدينة، تم إنجاز قسم من هذه التقاطعات، والقسم الآخر سوف يتم إنجازه خلال الفترة القصيرة القادمة قد لا تتجاوز الشهرين. هذا المشروع الذي نحن متواجدون فيه الآن تم إنجازه أقل في مدة أقل من المدة التعاقدية، أقل من 180 يوم تم إنجاز العمل، بالإضافة بكلفة لا تتجاوز 5 مليار دينار عراقي. لله الحمد هذا العمل وباقي الأعمال تنفذها مديرية بلدية الموصل خدمة للمواطن داخل المدينة ومن أجل رفع مستوى خدمة الطرق داخل المدينة. بفضل الله تعالى تم افتتاح مجسر تقاطع المثنى، مجسر تقاطع الميثاق من قبل شركة مالن جروب بعد الانتهاء العمل والتنفيذ جميع المهام والتصاميم والمخططات المرسلة إلينا من قبل بلدية الموصل. تم الافتتاح العمل صباح اليوم برعاية الأستاذ نجم الجبوري محافظ نينوى، حيث تم العمل وفق المخططات والتصاميم وبمدة لا تتجاوز 7 أشهر حسب المدة الزمنية المرسلة والمخططة للمشروع.